الواحد لما بيتكلم على الصداقة وعلى الأصحاب، أكيد هنا يعني كل واحد عنده حاجة حلوة مع أصحابه. وطبعا كالعادة بنتكلم على إن الواحد يعني إيه، في حاجات حلوة ممكن يعني يلاقيها من ناس مقربين ليه بشكل معين، في البعض الآخر ممكن يلاقي بعض الحاجات اللي مش عاجباه. لكن الموضوع دلوقتي لفت انتباهنا لحاجة حلوة ومش عايزين برضو إيه نبوظها. ليه؟ لأن إحنا هي داخلة في سكة الكرم شوية مع الأصدقاء أو مع الأصحاب. يعني إنك لما تكون كريم من ناحية إيه؟ من ناحية إنك تكون يعني بتحاول قدر الإمكان توفر بعض الحاجات لأصحابك، بتحاول قدر الإمكان تكون متواجد مع أصحابك، بتحاول قدر الإمكان إنك تلاقي الدعم من أصحابك، ده مهم جدا. تلاقي حد يعزمك على حاجة في الوقت اللي إحنا فيه ده شيء جميل جدا وحاجة حلوة قوي. بيلمح لي إيه؟ حاجة حلوة قوي. أنا وأنتِ باصين في الورقة عاملين مش من هنا. ما هو الموضوع داخل في الكرم شوية من ناحية الأصدقاء أو من ناحية الأصحاب بينهم وبين بعض. يدخل علينا كده بطبقتين شوكي اللي بياكلوا في الطريق. لا ده عيب عليكم، ده انا جايب لكم بقى ايه؟ جايب لنا ايه؟ كل خير الحمد لله. انت هتدخل الفقره دي احنا هنروح ولا شفنا اي حاجه؟ هو داخل على فكره بايديه فاضيه العربيه. الراجل بيجهز بره، الراجل بره بيجهز عربيه التيم بره وجاي. انت دخلته المدينه؟ من كتر ده جاي بس جاي. بيقطع التيم بره. فبنتكلم في حته ايه؟ الكرم شويه بيننا وبين اصحابنا يعني. لكن هنا البعض ممكن بيعمل يعني ايه يعني الكرم يستغله ده؟ بشكل كويس، وفي البعض ممكن يستغله بشكل سلبي شويه. ايوه كرم يعني انه ده بيخلي حاجه حلوه صح؟ بيعمل هو حاجه حلوه طبعا. أوكي. بس في البعض التاني ممكن يستغله بشكل مش حلو، انه يبقى بيطمع او بيبقى مع انه حاجه معتاده او واجب معتاد. ممكن والله يعني. بس انا اقول لك على حاجه بالنسبه لي، فكره الكرم ما هياش بس الماده او انه حد قريب مني يعزمني كل شويه على حاجه او يجيب لي هديه او كده. بس فكره الكرم دايما بنقولها وهي جمله حقيقيه مش كليشيه، فكره انه لا، ان انت تبقى معايا بوقتك او ان انت تبقى معايا باهتمامك. أيوة. ان انا مثلا ما بقاش قاعده بتكلم معاكي وانت ماسكه الموبايل او مش سامعاني او بتردي باختصار جدا او مش مهتمه او وقت ما اكون محتاجاكي ما تبقيش موجوده او تبقي طول الوقت مشغوله عني او كده. فدي انا بصنفها نوع من انواع اللي هو الدعم. انه المفروض الصاحب ان احنا نبقى في حياه بعض وان احنا كمان نقدر ظروف بعض. مش بتكلم على فكره انه لو حد مضغوط او حد عنده مشكله او حد غصب عنه ان هو مش متواجد، ولكن لو هو فاضي وانا مش حاسه ان هو جنبي فاكيد دي ساعتها تبقى فيها مشكله. بالظبط. هو ده بقى اللي بيقولوا عليه كرم المشاعر. ان الصديق مش لازم يكون كريم من الناحيه الماديه، وان هو يقدم لصديقه او لصديقته هديه او يجيب له حاجه، ولكن المشاعر والاهتمام زي ما كانت نوره بتتكلم ده شيء كبير جدا. وكمان الدراسات اثبتت ان كل ما الشخص بيبقى كريم في مشاعره ومشاعره تبقى حقيقيه من ناحيه اصدقائه وبيبقى بيديهم وقت كبير ومجهود كبير طبعا عشان يقدر يوطد العلاقه دي او الصداقه دي بشكل كبير، ده بيعود له بشكل كبير جدا بشكل ايجابي، بيسعده، بيخليه مبسوط، بيخليه راضي اكتر عن حياته، بيحس بطاقات ايجابيه كده لانه بيشوف الحب في عيون اصحابه والناس اللي حواليه. فكل ما يشوف نظرة الحب دي كل ما يحس ان هو انسان معطاء. ودايما احنا عارفين انه اي علاقة ما بين طرفين سواء اصدقاء او اتنين بيحبوا بعض هي علاقة هات وخد. طبعا ما ينفعش طول الوقت انا ادي وما خدش، لانه في وقت من الاوقات هاجي اتعب وازعل واتضايق واحس برضو بقلة اهتمام من الشخص اللي قدامي، وفي نفس الوقت اللي قدامي ده هيتعود على انه ياخد وهيتعلم الأنانية. إنه ما يدينيش حب، ما يدينيش مشاعر، ما يدينيش اهتمام. فلازم عند وقت معين لو أنا فضلت أدي وما لقيش اللي قدامي بيديني خلاص لازم أقف. وزي ما كان فاروق بيقول إن هو زي ما هو شيء إيجابي برضو السلبي منه إن أنا أدي كتير قوي من غير ما يكون في مقابل. ده هو هنا طبعا لا كريم بيقول لي